بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل السادة مشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله. حلقة نستمتع بيها النهاردة، عندنا حلقة فطار قوية جدا، الشكشوكة، البيض الاومليت بالخضار، عندنا البطاطس المحمرة عاملينها بالجبنة، عندنا جبنة رومي مقلية، عندنا فول بالسجق، وعندنا بيض مدحرج، وعندنا جبنة ثلاجة بزيت الزيتون. كل ده هنقدمه ان شاء الله خلال وصفاتنا النهاردة. وعندنا آخر سيجمنت زي ما اتفقنا مع الأستاذ حسن امبارح، احنا جايبين السكاكين المتعارف عليها وأكتر أنواع السكاكين اللي احنا بنستخدمها عندنا في المطبخ، وهنشرح أسمائها وهنشرح ازاي اللي انت ان شاء الله تقدر لو عايز تجيبها. الموضوع سهل جدا وبسيط. عندنا أي أسئلة وأي استفسارات، أرقام التليفونات ظاهرة قدامكم، من أي تليفون محمول 1710، من أي رقم أرضي 09917. خش في الموضوع ونبدأ أول حاجة بفول بالسجق. فول بالسجق ده اول حاجه هنبدا ان شاء الله نعمل فيه الفطار النهارده. بجيب عندي ربع كيلو من السجق وبقطعه عندي شرايح او مكعبات صغيره، وهننزل المقادير دلوقتي قدام حضراتكم. تمام، ده اول حاجه. وعندنا للفطار النهارده ان شاء الله هجيب عندي ربع كيلو كده سجق ونقطعه عندنا مكعبات صغيرة. تمام اهو. وبعد كده هنبدأ نخش على بقية الايه الحاجة. بعد كده عندنا توم، بصل، عندنا فول طبعا لو انتم لو مدمسينه، طماطم مفرومة، توم مفروم، وعندنا فلفل رومي وفلفل حامي، وعندنا طحينة بقى وصلصة وشوية ملح وكمون، وهنظبط بقى البهارات دي بتاعتها في الاخر. اول حاجه بجيب عندي الوك عندي على النار، ونروح واخدين عندنا السجق. نشوحه كويس جدا عندي عشان احلى اعمل احلى طبق فول بالسجق ان شاء الله يعجبكم جدا. بعد كده بقوم جايب عندي بصلايه كده صغيره، وبجيب عندي طماطمايه اخد نصها، فلفل اخضر رومي. تمام، وبعد كده اقوم جايب عندي البصلايه اقطعها وافرمها فرم ناعم. مين معانا؟ الو استاذ حسن، ازيك؟ السلام عليكم يا شيخ. ازيك يا استاذ حسن، ازيك يا باشا؟ صباح الفل لحضرتك. صباح العسل يا عمنا. انا بشكرك تقديم الشكر والله كتير جدا 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 والله. يا حبيبي ربنا يخليك، والله العظيم عامل لك فقره مخصوص اخر الحلقه. ربنا يحفظك يا بيه، ربنا يخليك يا باشا. تؤمر تؤمر يا باشا، يرضيك دايما انت وصوتك الكريم ان شاء الله. تؤمر يا سعاده الباشا محترم، ربنا يحفظك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. تسلم يا غالي، كريم جدا يا باشا، ربنا يحفظك. تسلم يا غالي، مع السلامه يا استاذ حسن، مع السلامه. هنا البصل، وحطينا الثوم والفلفل الاخضر، ونشوحهم مع ايه؟ مع السجق ومع الطماطم زي ما اتفقنا اللي احنا فرمناها فرم ناعم. جميل الكلام ده. وناخد عندنا معلقه صلصه طماطم صغيره كده، بقول لك ايه، الطبق ما بياخدش حاجه اصلا، على النار على طول تتشوحي الكلام ده كله. نديها كده حته فلفل حامي كده صغيره بس مش كتير عشان الحبايب ما يزعلوش. الأرنقوط الأحمر ده بيبقى إيه؟ ضرب نار. أشوح السجق كويس جدا مع الكلام الجميل ده. طيب نروح واخدين عندنا شوية الملح، شوية كمون، نقوم نازلين عندنا بشوية الملح، وقلب الكلام ده كله مع بعض. السجق اصلا اقطعه قطع صغيرة مش هياخد وقت معايا في التسوية.
ايه؟ مديين له شويه ميه كده صغيرين. وايه؟ واسيبه حوالي على النار يجي 5 دقايق كده ولا حاجه لحد ما يكمل التسويه بتاعته. يبقى اول حاجه واول طبق عندنا الفول بالسجق. واخر حاجه خالص هنضيف عندنا الفول مع الطحينه، ولكن مش دلوقتي خالص. ام فيروز؟ اه. ام فيروز ازيك؟ لو سمحت يا شيخ عايز اسالك على سؤال كده. اتفضلي يا فندم. ما بعرفش اظبط الملح في الاكل خالص. ما بتعرفيش تظبطي الملح ايه؟ في الاكل خالص، ما اعرفش اعمل ايه، وانا عندي مشكله بسبب الملح في الاكل. هو انت عندك مشكله في التذوق ما بتعرفيش تظبطي الملح يعني؟ اه اه اه. طيب اقول لك على حاجه يعني الموضوع الملح ده، اصل انت بتعمليش كميات كبيره، لو بتعملي كميات كبيره كنت اقول لك الباتشه مثلا بتاخد قد ايه ملح، ولكن انت بتعملي مقادير مثلا عليها؟ لا مفيش مقادير، الملح ملوش مقادير ولا الفلفل. خلينا نكون متفقين ان اليوم مقادير في حاله واحده، لو بعمل باتشات كبيره مثلا لتر شرب عليها قد ايه ملح؟ نص كيلو خضار؟ معلقه صغيره. الموضوع سهل. لتر شوربه معلقه صغيره. هي الوسط ولا هي الصغيره خالص؟ رشه كده بتاخديها كده وتقومي رشاها. طب ونص كيلو خضار؟ الايه؟ نص كيلو خضار. نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره. وكل ما الملح يقل في الاكل كل ما يكون افضل. فاهمه ازاي؟ لكن ما هي مشكله في موضوع التذوق، فممكن شفاكم الله عافاكم، فعندها مشكله في موضوع الملح مش عارف اتعايره. ولكن المقادير احنا لما مثلا بنعمل باتشات الرز والخضار والحاجات الافراح والحاجات ديت، بنقول ده مثلا ده عليه 3 اكياس ملح، عليه نص كيلو كذا ملح، في حاجات بتاخد نص كيلو ملح الباتشات الكبيره، ولكن ما اقدرش اقول لك مقادير في حاجات صغيره بنعملها. بعمل شويه سجق بالفول فبحط رشه ملح. طيب تعالوا نعمل الاومليت بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي ايه؟ بوله. يلا. وادي البيض اكسر. 3 ماشي كده. نحط عندنا شوية فلفل، ملح، وبعد كده بقى ايه؟ بقوم جايب عندنا البيض وربين الكلام ده كله مع بعض. يعني 6 بيضات طبعا، يعني انا مثلا عايزه تعملي 2 3 حسب طبعا الاسره اللي عندك وحسب الناس اللي بتعملهم فطار. ماشي، اعمله بالخضار. عاملينه بايه؟ بالخضار. فبجيب عندي حته فلفل الوان صغيره، نجيب الاحمر، ونجيب حته كده من الاصفر، وحته من الاخضر. مدام شيرين ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا مدام شيرين، عامله ايه؟ لا ازي حضرتك، الله يخليك. الله يبارك لك يا رب، اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك انا عايزه اسلم على حضرتك وعايزه رقم تليفونك بعد اذنك. حاضر يا فندم، من عينيا. هحولك للاستاذ رغده حالا وتديك التليفون. شكرا يا فندم. ده كده ايه؟ بصل. ماشي الكلام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا فلفل الوان، البلانشه ديت الخضراء فيها تقويصه كده صغيره، عشان كده انا المشكله يا جماعه في البلانشات او البرودات اللي عندنا ما نحطهاش تحت الميه، لان الميه للاسف بتبوظهم بتقوصهم، فتيجي تقطعي عليها ما تظبطش معاك التقطيع. انا قلت ايوه، ما انا قلت والله. وبعد كده عندنا شويه من البقدونس، ماشي كده اهو. خلاص كده
قطعنا شويه خضار زي الفل كده قدام حضرتك اهم، بصل وفلفل الوان، وقطعناهم كده مع بعض. تعالى نوصل عندنا للسجق كده ونبص ايه زياره له كده بسيطه. خلاص بص الميه ايه اتبخرت تماما اللي موجوده في السجق. جميل. نقوم واخدين عندنا بقى ايه الفود نفسه. بص هريسه حاجه بسيطه جدا، شويه فول متدمسين عندي كده حلوين، نقوم نازلين مع شويه كمون صغيرين اهو، معلقه طحينه صغيره، رشه ملح بسيطه، شويه ميه سخنه صغيرين، ونقلب طبق الفول اللي بالسجق الجامد ده. يا استاذه ملك. الو، ازيك يا استاذه ملك؟ صباح الخير يا شيخ محمد. صباح العسل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم، انا بحب حضرتك جدا. الله يخليك ويبارك فيك. تسلمي. والله اكلاتك كلها جميله، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا ست الكل، شخصيه محترمه جدا، وانا بعزك والله يا شيخ محمد. على دماغنا والله. ممكن يا شيخ محمد طيب تكلم بنتي؟ انا ايه يا فندم؟ ممكن تكلم بنتي؟ طبعا. اسمها ايه؟ ملك. يا ملك، يا ملك، يا ملك. الو، ازيك يا ملك؟ الو، ايوه يا حبيبتي، ازيك يا ملك؟ ازيك يا شيخ محمد، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. انا بحب كل اكلاتك يا حبيبتي، وانا بحبك جدا. عايزه اعرف بتاعتك ايه. حاضر، عينيا عينيا، انا بكره ان شاء الله اعمل لك احلى تشيز كيك والله. مع السلامه يا ملك. مع السلامه يا حبيبتي. شويه فول، يا نهار ابيض، ايه ده يا جماعه؟ ده ايه الجمال ده؟ حاجة عظمة. السجق الفول بالسجق ده حاجة عظمة من الآخر بصراحة. سوي السجق كده براحته كده خالص، خلينا نهد عليه النار، ومش عايز أقدم حاجة دلوقتي عشان كله يتقدم ساخن في ساخن. فنرجع أطباق لك كده تاني، ونخلي في الآخر كله التقديم مع بعض. نخش بقى على الأومليت بتاعنا ونشوف هنعمله إزاي. قطعة زبدة، شوية خضار صغيرين أشوحهم مع الزبدة، والطاسة طبعا تكون تيفال ومسحينها كويس جدا. طبعا انت ممكن تقلبي بصي ممكن تقلبي الخضرة، يعني انا بحب اديلها تشويحة كده في الاول. الخضار نفسه بتاع الاومليت نفسه بتاعنا ببدا احب ان انا اديله تشويحه. حضرتك عايزه تحطيه مع بعضه كده زي ده كده يا جيمي؟ مفيش مشكله، يعني كده هو الاتنين مع بعض اللي هو البقدونس والبصل والفلفل الالوان، مفيش مشكله برضو، وهيشتغل معاكي زي الفل. ونقلبهم مع بعض برضو، ده يشتغل معاكي وزي الفل. عايزه تشوحيه تشويحة زي اللي احنا عملناها ديت؟ براحتك خالص. فين؟ اوكي، هندلعه دلوقتي وهنديله جبنة تشيدر كده حمراء تظبط معايا الأداء. عايزه تعملي في طاسه مثلا اقل من كده مفيش مشكله. النار ما تكونش عاليه قوي. طبعا انت عارفه ما بياخدش وقت معاكي. نقلبه على الجنبين ونبدا ان شاء الله اللي احنا ايه نحط له الجبنه بتاعتنا، او لو عايزه تخليه ساده زي ما هو كده برده مفيش اي مشكله خالص. هوب، هو ده الكلام. ماشي، وشويه جبنه شيدر عليه كده من هنا. طبق محترم قوي بصراحه يعني.
وبعد كده نقوم جايبين عندنا اطباق راك. ما انتوا جايبيني. طب اقطع الطبق يا اخي بتكلم معاهم في حاجه. تعالى يا باشا اهو اهو. ادي احلى شويه اومليت بتاعنا. ماشي تعالى. طيب خلينا بقى ناخد فاصل كده صغير. هنعمل ايه؟ هقوم حاطط عندي الزبده. بسم الله. حط حته زبده صغيره بس هنا. ونعمل عندنا الايه شويه التانيين اللي باقيين معايا من الاومليت بتاعنا اهو. وناخد فاصل ان شاء الله وبعد الفاصل نواصل. عظم الفول بالسجق. ناخد ايه نقدمه في الطبق قدام حضراتكم. مش هينفع اسيب للاخر لان الايه البوتاجاز محتاجينه في حاجات كتير. اللي عايز اللي عايز يستمتع والله بجد بالفول ما يهرسوش يا جماعه. انا ما بحبش فول مهروس. فول يبقى القطعه بتاعته الحبايه باينه جواه. معلقه طحينه كده من فوق هنا. نقوم واخدين الكلام ده كده ورايحين جنب الاومليت بتاعنا اللي احنا عاملينه بالخضار. على فكره انا طبقت ده وحطيت فيه جبنه من جوه وده برضو عملت رول. يعني الحاجات ديت كلها سهله تقدر انت تعمليها. هنا بجيب عندي الطاسه الحلوه ديت. ماشي طبق لذيذ قوي شيق وبيفتح النفس. بطاطس بقوم جايبها ونقدمها في الطاسه كده زي ما هي. بصوا يعمل ده شغل مطاعم بقى اهو. تقومي حاطه البطاطس بعد ما تقليها قدام حضرتك كده في الطاسه. بعد كده بنقوم واخدين عندنا روز بيف وتركي مدخن او لانشون يعني زي ما حضرتك عايزه كده. ماشي ونقوم لافين. وبعد ما بنلف هو كده نقوم واخدين عندنا سكينه ونقلبهم مع بعضهم بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. الفطار ده مش طبيعي. نقوم عاملين ايه جبنه شيدر حمراء. موضوع في ايه منتهى السهوله. وتقوم جايبه المبشره كده من فوق حاطه شويه جبن عليها كده من فوق حمراء. ماشي الكلام الجميل ده. ونقوم واخدين الطاسه الحلوه ديت ورايحين فين عندي على الفرن. تاخد الوش بتاعها الجميل وبعد كده ايه نطلعها. لا لا عادي. طيب خلصنا ديت تمام. نبدا نعمل ايه؟ تسلم ايدك شكرا يا استاذه مهتاب. هنا بقوم جايب عندي الجبنه الرومي عشان هنقليها. الجبنه الرومي بتتقلي طبعا بس السمك بتاعها بيبقى اتخن شويه. عشان كده انا جايب القطعه كلها وجيب الوسط افضل. عشان جايب قطعه واحده عشان اقطعها لان عمره ما هيديها لك بالسمك ده. هو بيديها لك رفيعه. انا بطلعها على فكره انا بطلعها لك يعني انا كنت والله
كان عندنا سوبر ماركت احنا وما زلنا يعني، فكنت باخد الالف في ثانيه بطلعه. بصي كنت بطلع الشريحه شريحه والله. والله كنت امسك الالف بقول لك ايه. يعني عندنا بقى المقادير قدام حضراتكم اهيت. احنا متخدين عشان قلي اهو كده. بص اهو كده اهي ماشي كده اهو، هي دي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. في جبنه شيدر لو عايز سن بالشيدر او بالجبنه الموتزاريلا لو صوابع ينفع طبعا، مكان نفس التكنيك اللي احنا شغالين بيه ده. فكره بايه بقى؟ هنا البيض بقوم حاطط عليه شويه بابريكا صغيرين، واقوم حاطط عليه شويه زعتر، واقوم واخد عندي 2 عدد بيض قدام حضراتكم اهو. واقوم واخد عليهم شويه فلفل صغيرين وشويه ملح، ونجيب عندنا الشوكه ونقلب دول مع بعضهم متفقين كده مع نص كوبايه لبن. طيب الافضل ان انا بعد ما اخلص الكلام ده، اي بانيه يا جماعه يفضل ان انت تحطيه في الفريزر شويه، يعني ما تاخدوش على طول وتقومي حضرتك مدخلاه في الزيت، لا هو افضل حاجه انك تحطيه شويه في الفريزر وبعد كده تبداي ان انت ايه نقلي في الزيت، والزيت يكون سخن وغزير. طيب دقيق كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وبعد كده نقوم نزلناه عندي البيض واللبن. ادي الجبنة الرومي. بنعمل دلوقتي النهاردة حلقة فطار تعجبكم جدا ان شاء الله، من قلت لكم قبل كده من افضل الحلقات اللي انا بحبها. ابطل الاول بالدقيق وبعد كده نزل البيض واللبن والبقسماط والبابريكا والملح والفلفل. ماشي اطلع على البقسماط يا مدام هدى. الو الو، ازيك يا مدام هدى؟ صباح الفل والياسمين يا استاذ محمد. صباح النور، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، انت عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه يا فندم والله، دايما يا رب. الله يخليك. عايز اجي افطر معاك والحاجات الجميله اللي انت عاملها دي. ربنا يخليك، اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك. الله يحفظك. انا ممكن اعمل نداء يا استاذ محمد؟ تعملي ايه يا فندم؟ نداء. طبعا اتفضلي. بس بسال على مدام ناديه اللي في اسكندريه، بقالها كتير ما بتتصلش واحنا قلقانين عليها بصراحه. والله تصدقي والله يا سبحان الله كانت موجوده. اتصلت بمين؟ اتصلت بالشيف دعاء السمنود. طب حاضر، هي ان شاء الله تكون سامعاكي دلوقتي وتتصل بينا. هي ما بقتش تصحى بدري، هي دي المشكله، فما بقتش تكلمنا. وهي برضو خلي بالك الناس بقت بتسال عليها دلوقتي، فهي بقت نجمه كبيره يعني، خلي بالكوا يعني. فبرضو يعني معلش، فهي دلوقتي بقت اشهر فعلا من اي شيف موجود في مصر. فالحاجه ناديه تقلانه، ما بقتش تكلم اي حد دلوقتي. بتشوف الليست عندها ايه وتكلمنا. هي طبعا زمان سامعاني دلوقتي حبيبتي يا ماما ناديه. بنكشها بس. طيب تعالوا ايه ناخد عندنا، واللي بحب اسال عليه برضو والله وبسال عليه من خلال دلوقتي التلفزيون طبعا، صديقنا وحبيبنا الاستاذ الفونس طبعا، وان شاء الله يعني يكون بصحه جيده ويكون سامعني، وابعت له احلى تحيه هنا برضو من برنامج المطعم، لان الراجل ده غالي عندي قوي 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 صراحه يعني. التلفزيون ده كسبنا شويه مشاهدين والله العظيم يا جماعه، حاجه جميله صراحه وعشره يعني عن طريق التليفون. بس القلب بيبقى عارف يعني. الاستاذ الفونس ده مش عارف، مش عايز اقول لكم على اللي كان بيعمله معايا في الاول. كان بيجي من اخر الدنيا والله، كان الاستوديو القديم بتاعنا في نور الدنيا كان بيجي لنا والود، بس طبعا ربنا يديله الصحه ما بقاش يقدر يجي، فالموضوع بقى صعب عليه.
لكن احنا طبعا بنبعت له تهنئه من هنا من البرنامج، وبنقول له ربنا يديك الصحه يا استاذ الفونس. الجبنه الرومي يا ريت اديها وشين اتنين. ما تبقاش وش واحد عشان الزيت. تمام؟ طيب. هنزل تاني اهو. بسرعة. حاطين هنا. بسرعة. نقل. عشان بس ايه؟ اضمن اللي هي تاخد يعني ما تسيحش. ما تسيحش بالزيت. يلا بينا. اللي عايز يخزن يخزن، يعني عايزة تخزنها في الفريزر بعد ما تحطي عليها البقسماط كده براحتك. ننزل عندنا الزيت. ايه الفرن؟ لا لسه لبينا كمان لسه. ننزل عندنا الزيت. يلا باشا. طبعا بقول لك زي ما قلت لك حطها في الفريزر شويه قبل ما تنزلها الزيت، وملاش تنزلي كتير. خلاص كده هم كده ايه اربعه كده خمسه يا دوبك بيحمروا معايا، بقوم شايلهم على طول من الزيت على منشف مطبخ عشان يطلعوا الزيت الزياده. في موجود هنا مكيمو؟ ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط ده هنا. هنشيل بس النضف هنا على ما الجبنه عندي تبدا اللي هي تتقلي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، هي يا دوبك تاخد لون ذهبي ونطلع. بص اهي شغاله زي الفل ما شاء الله. انا لما اجي اقلي الحاجه بلاش نكتر الحاجه ونقوم حاطين الحاجه كلها في الزيت. ليه بقى؟ لان حضرتك لو انت خدت كل الكلام ده حطيه في الزيت مره واحده بتبردي الزيت، وفي نفس الوقت الحاجه اللي انت بتحطها بتشرب زيت. اصلا انا عايز بس يا دوب الوش يحمر واطلع، والجبنه كده على كده هي هتسيح لوحدها اصلا. يلا ادي الجبنه وادي البطاطس بتاعتنا الجميله وادي الجبنه بتاعتنا الشيدر الحمراء حطيناها زي ما انتم شايفين. الجبنه بدات تسيح يا تجيمي، نقوم مطلعينها على منشف مطبخ. يلا بص يا خال، بص 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 الجبنه من جوه عامله ازاي بقى. ماشي، هنحط الباقي اهو قدام حضراتكم في الزيت يتقلي، وبعد كده نطلعها ونقدمها بالهنا والشفا. شويه اطباق النهارده عاملينهم بمزاج عالي كده. الاطباق للفطار عملنا البيض الاومليت بتاعنا اللي احنا عاملينه والفول بالسجق، وعندنا البطاطس اللي عملناها بالجبنه والبطاطس، وحطينا معاها روز بيف وتركي مدخن. لسه في شكشوكه ولسه في دلع كتير جاي ان شاء الله. وبعد الفاصل نكمل. Thank you.
الشكشوكة حطينا معلقة سمنة بلدي عندي على النار كده، حلو الكلام، ونسيبها تقدح معايا شوية، ونقوم واخدين عندي بصلاية كبيرة مفرومة، ماشي، مقادير قدام حضراتكم الشكشوكة الجميلة، الأكلات المصرية الجميلة والسهلة جدا جدا جدا. وفي ناس بتعملها بلحمة مفرومة، وفي ناس بتعملها سادة، واللي هي طبعا بطعم أساسي هي بالصوص الأحمر، وبعد كده البيض بينزل عليها ويتقلب، وديت أفضل حاجة ودي أحسن طريقة. ناخد عندنا الإيه؟ البصلاية مع السمنة، ونبدأ إن إحنا نقلبها. أجيب عندي طماطمتين اتنين، ونبدأ إن إحنا إيه؟ نبشرهم، ممكن نبشرهم على بولة أفضل. الجبنة الرومي السايحة غير طبيعية، والفول بالسجق، الأومليت اللي احنا عاملينه بالخضار، عندنا البطاطس اللي احنا عملناها بالروسبيف والتركي، وبعد كده عندنا هنقدم معاهم شوية عيوش كده. وشغالين دلوقتي فينين في الشكشوكة، ولسه البيض المدحرج والجبنة بالزيتون والزعتر لسه موضوع كبير. ماشي بالظبط انت جيت. عندنا معلقه صلصه طماطم كبيره. وبعد كده ايه، ثلاث طماطمات كده مبشورين، شويه كمون، اديها شطه كده يا باشا، ايه روق المسائل. ماشي، ونديها التقليبه الجميله. ايوه ماشي كده. وبعد كده نقوم ادينا شويه فلفل صغيرين، شويه ملح، وبعد كده شويه ميه سخنه، ونسيبها تقصر براحتها خالص وما نجيش ناحيتها. دي بالنسبه للصلصه بتاعت الايه؟ الشكشوكه. نديها شويه ميه سخنه ونسيبها. هو انا بقول لك احلى حاجه في حلقات الفطار دي ايه؟ الوقت، ما بتاخدش وقت، على طول خلص دي تخش على اللي بعده انت. وانا بقول لك تعملي كل ده في الفطار عندك؟ لا، الكلام ده لو عندك عزومه فطار. انا مش عارف الناس اللي ما بتعزمش بعض على الفطار، ايه الفكره اللي الناس تعزم بعض على الغدا؟ مع ان انا شايف الفطار بياكل واكله بيبقى اكتر من الغدا والله. يعني انت لو عزمت حد، جربي حد تعزمي حد على فطار ما تعزموش على الغدا. الفطار ياكل اكتر من الغدا بكتير جدا كمان والله. ليه بقى؟ لان الغدا المعده بتكون اشتغلت. انا بكلمك الفطار لسه بقى في الاول وبتاع، فالواحد بيدوس مهما تاكل ما تشبعش. خصوصا الواحد لو اهم حاجه في اللقمه وانت بتاكلها ان تبقى جعان وانت بتاكل. كده الصلصه بتاعتنا تمام. نجيب عندنا بولة بقى صغيرة أو معيار، نقوم واخدين حوالي ايه، ست بيضات كده ولا حاجة، حاطينهم هنا. يا حاجة تهاني. ألو. ازيك يا حاجة تهاني؟ أيوة. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ ازيك انت يا محمد؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم بالصحة والسلامة. يا ريت تكون فاكرني ان انا اتصلت بيك قبل كده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. فاكرني على موضوع السقة وحضرتك ابني شغال قاعد، يا رب يبارك لك يا محمد. ايوه يا مدام تهاني، حاضر يا فندم، حاضر والله العظيم افتكرتك. حاضر. ماشي سيدي، ماشي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك، يديك العمر والصحه والسلامه. تحت امرك، الله يخليك يا ست الكل، تسلمي. ميرسي سيدي، شكرا. شكرا يا فندم، مع السلامه. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. ننزل عندنا بالبيض. ونحرك كده بالراحه بقى خالص. كل شوية نفضل نقلب بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. يا مدام عفاف. صباح الخير يا شيخ محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا مدام عفاف؟
الاكل جميل جدا وريحته جميله صراحه. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، ان شاء الله تعملوه ان شاء الله. بقول لحضرتك انا بعمل الجبنه المقليه زي ما حضرتك بتعملها كده. حلو تمام. لكن هي بتفصل ليه؟ هي ما فصلتش قدامك اهي. مش عارفه هل مثلا احطها في فيها هي فصلت؟ انا ما حطيتهاش حتى في الفريزر. احطها في الفريزر الاول. بصي اهي، ولا فصلت ولا حاجه، ولا عملت فيها اي حاجه، ولا حطها حتى في الفريزر والله. وعلى الهوا اهيت. هي الفكره في حاجه، انت تضغطي على البقسماطه جامده وانت بتبنيها بس. تمام بقى، فاهمه ازاي؟ وديتها طبقتين اتنين. ايوه. واللبن يكون ساقع. اللبن اللي انا بحط عليها لما انا بشيلها من الدقيق واحطها في اللبن، اللبن ده بيبقى ساقع، ما بيبقاش سخن، لان هو ده اللي بيربط معايا البقسماط على الجبنه الرومي نفسها. اوكي ماشي. ماشي يا فندم. انا والشفا لازم الشكشوكه ايه نفضل ايه نحرك فيها كده. ما هي عشان تشكشكها بالظبط، هو مفلفله عشان كده سموها شكشوكه. ايوه. ست قالت لك يا مونتي بقى. ايوه بالظبط كده. كده الشكشوكه سعاده الباشا كده جاهزه معانا. نجيب عندنا الطبق، كان في طبق طويل خدناه هنا عملنا بيه ده. ماشي، ناخد هنا الشكشوكه دي استوت. بصي بقى الفلفله عامله ازاي يا مدام عزه. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا مدام عزه؟ الله يخليك والله. اهلا وسهلا. الله يحفظك يا فندم. بخير يا فندم وفي نعمه الحمد لله. والله شكرا لذوقك والله. ربنا يخليك يا رب. يعني الحاجه اللي حضرتك بتعملها مشكورك يا فندم والله. ربنا تعبك راحه والله. ربنا يخليك. الله يخليك يا شيخ محمد. الله يبارك. الله يبارك. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضلي. عايز اسال حضرتك عن المكرونه البشاميل. حاضر يا فندم من عينيا. حاجه تانية؟ لا شكرا والله، وشكرا لذوق حضرتك. شكرا يا فندم، اشكرك، شكرا لحضرتك. ممكن نجيبها هنا معلش يا صاحبي عشان ايوه هنا. افضل من هنا بكتير جدا. هي المفروض تسيبها على النار شويه كمان. شوية عيش بلدي بقى جنبهم، ولسه هنعمل هندهرج البيض. هادي الشكشوكة. طيب هندهرج البيض ازاي؟ هي الفكرة انت بتجيبي البيض وتنزليه، أول ما بتنزلي البيض عشان تسلقيه بتحركيه شوية صغيرين، يعني بتحركي حاجة بسيطة بس بالراحة طبعًا عشان ما تكسرش منك. الفكرة في إيه؟ الفكرة لما تيجي تطلعيه ما يبقاش الصفار يبقى لوحده والبياض لوحده. فيبقى البياض كاسي الصفار، فبقلبه كده تقليبه صغيره، بحط الملح، شويه ملح صغيرين، في ناس بتحط خل كمان عشان يبقى سهل القشر يطلع منه القشر عادي جدا. لما تيجي تقشريه كده اهو بالشكل ده اهو، بصي يعني مش قوي يعني، بس بكلمك يعني الموضوع سهل اهو اهو. لا 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 على بيض المدحرج اهو. هي المشكله بتبقى في القعده نفسها، هي اللي بتبقى اللي مغليه الحاجه. الناس فاكره لما بتروح مطعم والمطعم بيغلي بيبقى من الحاجه نفسها، لا هو قعده المطعم نفسها هي اللي غاليه. الطعم اللي حاطولك بيسرفز عليك وهو اللي غالي، لكن مش الحاجه نفسها هي اللي بتبقى غاليه، خلي بالكم من دي. لكن هو اما مثلا بيضيف مثلا الكوست بتاعها بيقوم حاططه فين؟ على حساب الزبون، هو دي الفكره. تعالوا نجيب عندنا البيض كده، بضغط عليه ضغطه كده بايديا.
ماشي. وبعد كده بنقوم جايبين عندنا الطاسه، حطينا عندنا على النار. يا ام حمزه. الو، ازيك يا ام حمزه؟ صباح الخير. صباح العسل، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. ايوه سامعك يا ام حمزه. صباح العسل يا ام حمزه. الله يبارك فيك ويخليك. حاجات كتير قوي والله يا شيخ. الله يخليك يا ام حمزه، من ذوقك والله. ربنا يبارك لك حضرتك ويخليك ويكرمك. شكرا ليك. شكرا يا فندم، مع السلامه. شويه شطه مع شويه كركم صغيرين مع شويه زعتر، ماشي الكلام. ونقوم واخدين عندنا البيض، ونبدأ نديله انا ببططه. عايزه ما تبططوش انت وتشتغلي بيه على طول، والله براحتك. يعني انا نفسي بعمله التبطيطه ديت، بيوقف اكله حلو جدا، وفي نفس الوقت كمان السمنه اللي انا بحطها ديت بتخش جوه البيض نفسها والصفار البيض نفسه، فبيدي طعم حلو. نجيب عندنا شوكه صغيره كده ونقلب. يبقى زعتر، كركم، وشويه شطه. يا عيني، الكركم هو اللي عامل الشغل العالي ده. طيب تعالوا نجيب عندنا الطبق اللي هنقدم فيه، عشان عندنا النهارده فقره السوشيال ميديا ان شاء الله. هناخد شويه صور كده برضو ونبدا نستعرضها ان شاء الله مع بعض، واوريها لكم التطبيقات اللي انتوا حضراتكم بتبعتوها، واللي الحاجه ديت ببقى مبسوط جدا جدا بيها بدرجة غير طبيعية. وهنجيب كمان أنواع السكاكين ونبدأ اللي احنا نشرحها مع بعض. هجيب عندي بلانشة صغيرة عشان نقدم آخر حاجة خالص، هي الجبنة بتاعتنا، والجبنة عشان تقطعها مكعبات مش العلب السايبة، والملح خفيف. بصي أهي، بصي بتقطع إزاي، صح كده أهو. السايبه اللي بتقطع كده، لكن لو هتجيبيها العلب مش هتلاقيها صعبه جدا في ايه في تقطيعها، ومش هتعرف تطلعها مكعبات زي دي. بس ما ينفعش طبعا مقادير، هي الجبنه بتقطع هي. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه زعتر كده من فوق عليها، وبعد كده شوية من زيت الزيتون. عليها كده من فوق. الله عليك. اهي. نقوم راكنينها هنا جانبا. ونجيب آخر حاجة خالص، هو البيض المدحرج بتاعنا الجميل. شكله عامل ازاي؟ مغري والله. هوبا. يلا خش فاصل، وبعد الفاصل نستعرض مع بعض الصور اللي انتوا بعتوها لنا على صفحه المطعم. ممكن نستعرض صفحه المطعم دلوقتي يا جيمي، عشان الناس لو عايزه تخش التطبيقات تتفضلوا طبعا وتقدروا تعملوها. هنستعرض مع بعض بعض التطبيقات ان شاء الله على صفحه المطعم الخاصه بالقناه. اهي قدامكم اهي، وده البوست ان شاء الله اللي نازل. نشوف بقى التطبيقات ونشوف الحاجات والحركات بتاعت السادة المشاهدين والشغل العالي، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل
نقدم دلوقتي ايه شويه شاي حاجه كده ايه ده اللي هيظبط الدنيا مع الفطار ده. ادي عندنا زي ما انتم شايفين حتى الاطباق راكمة الجميله مع الفطار، عامله شغل عالي جدا وعاملين عروض على عيد الام. تقدر تخش على صفحتهم، صفحه برايتز هاوس، وتختاري اللي انت عايزاه. عاملين عروض قويه جدا جدا بمناسبه عيد الام ان شاء الله، حاجات تعجبكم جدا واسعار جميله وفي متناول الجميع. ايه انواع السكين وايه اكتر انواع السكين اللي انا بستخدمها؟ هما اللي قدام حضراتكم ديت. عندك اول حاجه انا بستخدمها دي التورني، وده نوع السكينه نفسه او اسم السكينه نفسه اللي بعمل بيها جارنش مثلا حاجه للخيار مثلا. يعني مثلا لو جبنا مثلا خياره من هنا من هنا كده، وازاي بتعمل بقى ديت؟ بصي يا مثلا زي دي كده، بصي بتبقى سهلة غير السكين التانية كده كده كده، فبتقدر تطلعني مثلا جارنش زي كده. اقدر ان انا اطلع اشكال تاني كتير جدا منها. فسكينات التورني ديت بصراحة بحبها جدا في الديكور عندي، بعمل بقى اشكال كتير جدا وحاجات كتير جدا مزين بيها الاطباق. طيب نيجي بقى للسكينة ديت، ودي بالنسبة لي لما باجي اعمل الفاكهة، لما باجي اقطع الفاكهة، افضل سكينه لتقطيع الفاكهه لما اجي اعمل تورت هي السكينه الصفراء ديت. شايف عامله ازاي؟ لازم يا جماعه السكاكين سكينه فاكهه عاديه. الفكره يا جماعه اللي لازم السكينه ما تبقاش ناشفه، لازم المعدن بتاعها خصوصا السكينه الصغيره دي، بص بتلاقيها بتلب معاك اهي. شايفه ازاي؟ ده مهم جدا، ده مهم جدا في الصوت يا جماعه عشان عايز اتكلم. هنا دي كام سكينه الفاكهه. طيب هنا بقى دي السكينه ديت اللي انا بخلي بيها العظم، لو مثلا عندي حته لحمه عايز اخليها من العظم، فراخ اللي هي السكينه الرفيعه ديت، بص عامله ازاي سكينه تخلي العظم. دي شكل السكينه قدام حضراتكم اهي، تمام يا جيمي؟ طيب نيجي بقى لاكتر سكينه متعارف عليها في المطبخ واللي ايديا واسناني في المطبخ، هي السكينه ديت قدام حضراتكم، وهتلاقي منها ماركات كتير جدا. سكينة الخضار اسمها سانتوكس، تمام؟ سانتوكس ده الاسم بتاعها، تمام؟ دي قدام حضراتكم هتلاقي فيها كذا ماركة، وفي ناس كتير منزلاها كتير قوي، ولكن خلي بالك تجيبي الماركة الحلوة عشان تفضل معاك. سن السكاكين مهم جدا، يعني الناس كتير بتغلط بصراحة في حتة، يعني بص يعني خلينا هنا والله ما اعرف. هنا بقى دي السكينه زي ما قلت لك المتعارف عليها، هتلاقي منها اشكال كتير جدا. طيب دي بقى بدي ايه؟ دي مش سكينه، ده سكينه الخبز، بعمل بيها الخبز لكن ما بقطعش بيها جاتوه، اللي هي بتبقى موجوده عندك في طقم السكاكين. سكينه الخبز، سكينه خضروات، واشتغلها لحوم عادي جدا جدا. احنا بقول لك ده الكلام ده لستات البيوت، اكتر السكاكين اللي ممكن تستخدميها سكينه خلي العظم، عندنا سكينه الفاكهه، وعندنا السكينه التورني اللي بتعمل الجرنش بتاعنا. بس تعالوا ناخد عندنا معلم شادي بقى بيقول لي اصل مش هينفع انت تقدم الفطار ده كله من غير حلو. راح جايب لي زبده كده، راح محطها لي في الميكرويف شويه، وبعد كده راح ايه حاطط عليها المربى، والطبق ده مش طبيعي. السلام لو رغيف بقى جنبها بنغمس بيها بعد ما نخلص الايه الفطار الجميل ده. تعال نستعرض مع بعض يلا التطبيقات قدام حضراتكم اللي كانت موجوده على الصفحه واللي الناس بعتوها. يلا اول تطبيق معانا، بسم الله، السابليه، عامله ميني سابليه حلو قوي، تسلم ايدك صراحة. يعني التعليق بسيط، احنا بنكمل بعض، الشغل هايل هايل. الرصة بقى فاهمة ازاي؟ يعني انت وانت بتطلعيه، يعني انت لو انت لسه بتصنعيه قبل ما ترصي وتطلعيه، لانه انت الشكل كده بتبيع منه، يعني هو شكله كده مشروع، فلو هتطلعيه كده لا رصيه بقى رصة كده بقى، يعني كل صنف او شكل يتحط في رصة كده لوحده، يطلع في الاخر شكل الايه الطبق مش طبيعي ان شاء الله. ايه تاني؟
حلوة دي. أم حبيبة عاملة كيكاية نص ونص، نص شوكولاتة ونص عاملاها، وجايبة الكمبوت الخوخ والأناناس والكريمة، وده شوكولاتة هيت، وعاملة فيها قلوب كده جميلة. تسلم إيدك، تسلم إيدك بصراحة، حلوة قوي عجبتني. عندنا مين تاني؟ معاذ عاملة كيكة خوخ أعتقد بقى دي، وعاملاها بالسبونش الجاهز. حته بقى كده يا ام معاذ كده وطلعيها وصوريها عشان نبين طبقه الاسبونش مع الكريمه. اللي يعمل طرط زي ديت بقى يقوم هو جايب السكينه او الترنش بتاعه، وبعد كده يبين حته كده صغيره منها عشان ايه؟ يبين الحشوات بتاعتنا. اوه الكورنيهات اللي احنا عملناها استاذه سماح الفرماوي، وحطاها في الكاسات وبنفس الايه؟ البرزنتيشن اللي احنا عملناه. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا استاذه سماح. اوه سرور الالوان، الله الله الله، ده شغل عالي. استاذه مارينا تسلم ايدك، كومنت بسيط كده قوي. نرجع تاني للسويسرول، هقول لها بس على حاجه بسيطه، الالوان هديها شويه، يعني لما تيجي تحط اللون الاحمر الازرق الاخضر حاولي تهدي الالوان شويه، بلاش تحط الوان كتير، هتلاقي طالع اكتر من كده وشكله احلى من كده. بس على العموم والله تسلم ايدك. مين تاني؟ اوبا، لا ده ما عملتهاش، هي انا كنت عامل فراشه قبل كده مجسمه، ولكن هي عاملاها رسمتها على الكيكه، ورسمت جابت البسكوت الويفر وحطته، رسمت بيه الفراشه وحطت الكريمه حواليها. تسلم ايدك يا استاذ ابتسام، هايله. مين تاني معانا؟ مين؟ كده مفيش دايت، ده احنا كده هنخربها. يا ام رهف مش كده؟ عامله كريب حلو كده ولا بالجبنه؟ لا بالجبنه. تسلم ايدك يا ست الكل. مين تاني؟ حلو ده. هو الاكونت اسمه بيبي ريس، انا لكن هي عامله شويه جاتوه عجبني صراحه، يعني الورده اللي عاملاها بالشوكولاته. تسلم ايدك، واضح الشغل كده، ناس ايه واثقه من نفسها وفاهمه هي بتعمل ايه كويس، شغل صناعيه زي ما بيقولوا. تسلم ايدك، حلوة دي كيكة برتقان، ده حاجة حلوة جدا، مامة عمرو عاملاها حلو جدا، تسلم ايدك صراحة. يعني ايه الحلاوة دي يا جماعة؟ ايه الحلاوة والتصوير والشغل العالي ده؟ حاجة جميلة. البسابيس، البسبوسة، الأستاذة أماني عاملة البسبوسة، الشكل يجنن، حلو قوي. لكن البسبوسه بقى ايه؟ خدي منها قطعه كده وصوريها من الجنب. اللي يجي يصور البسبوسه ما تصورهاش من فوق، صورها من الجنب وانت بتاخدي القطعه كده عشان نبين الترميله اللي فيها. بس على العموم اكيد طعمها حلو، لان الترميله باينه من غير ما اشوف. انا كراجل صناعي ببقى عارفها. الحروف بالظبط محروقه كده فبعرف اللي هي شاربه صح. مين تاني؟ استاذه شيماء عامله فطاير بالسكر والقرفه، تسلم ايدك يا استاذه شيماء. ايه مين تاني بقى نختم بيه؟ استاذه شيماء نختم بيها بالمدلعه، المدلعه اللي احنا ما عملناش اصلا خالص، وان شاء الله نوعدكم ان احنا نعمل منها شويه صاغات كده حلوين. اشهر بلد موجوده طبعا بالمدلعه ومشهورين بيه جدا بيها يا طنطا. تحيه كبيره للغربيه وطنطا بلدنا، بنحييهم طبعا تحيه كبيره جدا، لانهم اشهر ناس مشهورين جدا بالمدلعه، توابير توابير ما شاء الله واقفه عندهم. اشوفكم على خير ان شاء الله، خصوصا عند الممشى. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم، بكره تشيز كيك ان شاء الله تعجبكم جدا، عاملينه بكذا طريقه وبكذا طعم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.